السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم نهار جديد ووصفة جديدة. فاليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا كلاس من أسهل ما يكون، كيكون بنكهات مختلفة وكيعطينا كمية كثيرة، أكثر من نص كيلو. بالنسبة للمقادير فعندي بودرة ديال كريم شانتيي، عندي جوج علب ديال بيرلي، عندي نص كاس ديال الحليب مركز محلى، وعندي ربع لتر ديال الحليب اللي خليته جمد ليا اولا برد ليا مزيان في المجمد. غناخذ واحد الاناء اولا بول اللي غنكون اصلا خليته في المجمد حتى برد ليا مزيان. غنضيف لي البودره ديال الكريم شانتيي، وغنضيف لي داك الحليب اللي بارد عندي مزيان، وغادي نطبق مزيان حتى تبدا تطلع عندي الكريمه، حتى تبدا تطلع غير تبان ليا طلعت. وكنضيف ربع لتر ديال الحليب عادي، يعني انا في هذا الكلاس درت نص لتر ديال الحليب. ربع لتر خليته في المجمد حتى برد ليا مزيان، وربع خليته عادي. هانتوما هنا، فانا ضفت ربع لتر ديال الحليب عادي وكملت التطراب ديالي، فهنا دغيا كطلع لي الكريمه. هنا دغيا طلعت عندي الكريمه، فضفت هنا نص كاس ديال الحليب مركز، ضفت هنا جوج علب ديال بيرلي. يمكن لينا نعوضو باي ياغورت عندنا ولا اي نكهه ديال ياغورت. وبقيت كنطرب بالطرب ديالي حتى طلعت عندي الكريمه ودارت ليا داك الشكل ديال المنقار. فهنا حيدت الفوي اللي عندي وقسمت الكريمه ديالي على ثلاثه. اول نوع ديال الكلاص فغننكهو باوريو، فخديت اوريو ودقيته مزيان بالكاس وضفته للكلاص اللي عندي. يمكن لكم لما عندكمش الاوريو تعوضوه باي بسكوي عندكم. وضفت هنا حبيبات ديال الشوكولاط. بالنسبه للنكهه الثانيه فهنا ضفت النكهه ديال الفرانكواز، اولا بالنسبه للكلاس الثاني فانا هنا ضفت النكهه ديال الفرانكواز. يمكن لكم نتوما تعوضوا بالعصير ديال التوت اولا الكولي ديال التوت، يمكن لكم تعوضوا اولا بالنكهه ديال التوت. فانا هنا ضفت النكهه ديال الفرانكواز، يمكن لكم نتوما تعوضوا باي نكهه كتفضلوا، وكذلك يمكن لكم تعوضوا بالنكهه ديال التوت. بالنسبه ليا الكلاس الثالث فانا ضفت ليه الشوكولاط اللي ذوبته مع شويه الحليب وضفته للكلاس الثالث. هنا غنبدا نخلط، فانا اول كلاس خلطت هو الكلاس ديال الفرانكواز اللي بالنكهه ديال الفرانكواز، فكنخلطو من الفوق لتحت. شو فكنخلطو من الفوق لتحت وكنحاولو ندخلو ديك النكهه في الكلاس باش الكريمه ما تهبطش ليا، فكنحاول نخلط من الفوق لتحت وبشوي بشوي. هنا بالنسبه ليا فغنخلط الكلاس باللي بالنكهه ديال الاوريو. شو وكما قلت لكم فنخلطو من الفوق لتحت باش الكريمه ما تهبطش لينا. وهنا غنخلط الكلاص اللي بنكهه ديال الشوكولاط، يمكن لينا نخلوه بشكل رخامي وكذلك يمكن لينا نخلطوه مزيان. بالنسبه لي انا فخلطت مزيان. انا خديت علبه كبيره وضفت ليها هنا الكلاص ديال اوريو، تكون علبه
محكمة الإغلاق. كذلك يمكن لكم ديروا علب يعني منفصلة كل علبة بوحدة، فأنا فضلت أنني نديرهم في علبة وحدة. فكان شت العلبة وكان ميلها، ضفت هنا الكلاس ديال أوريو، من بعد هنا غنضيف الكلاس ديال اللي بالنكهة ديال الفرانكواز. هنا غنضيف الكلاس اللي بالنكهة ديال الفرانكواز، وأنا باقا مخلية العلبة ديالي ميلة، حين تجي لي حيتها فراغ يميلية كل شي غيمشي ليها، لذلك خليت العلبة ديالي ميلة حتى ضفت الكلاس ديال الفرانكواز. وفي الاخير ضفت الكلاص اللي بالنكهه ديال الشوكولاط. فالكلاص الاخر مجرد ما نضيفو نص الكميه فنكاتو العلبه ونكملو الكميه اللي باقا عندنا. بالنسبه للكلاص من بعد ما كملتو فانا دخلت المجمد ليله كامله حتى الغد عاد جبتو وخدمت به. فهذا واش كان النهائي، فراه كيجينا سهل باش كنهزوه بالمعلقه. شو كاننا شارينو من المحلات التجاريه الكبرى وحنا رحنا مصايبينو في الدار، وكذلك يعطينا كميه كثيره. شوفوا هذا اللي بالنكهه ديال الاوريو، فانا تعمدت انني نديرها لكم بهذه المعلقه، يعني يمكن لينا نديروها بهذه المعلقه وكذلك يمكن لينا نديروها حتى بالمغرفه بالنسبه للناس اللي ما كتكونش عندهم معلقه ديال الكلاص. وشوفوا اللي بالنكهه ديال الشوكولاته، فصدقوني الا جربتوا هذا الكلاص فغادي يعجبكم وغيولي معتمد عندكم. وغنفرحوا به وليداتنا، وكذلك غنعطيهم شي حاجه اللي حنا مصايبينها في الدار. بالنسبه للتزيين فانا زينته باللي موجود عندي في الدار، فكان عندي بسكوي اوريو اللي مغطوس في الشوكولات فقسمته على جوج، وضفت الكلاص اللي بالنكهه ديال الاوريو، وضفت حبيبات ديال الشوكولات، وضفت واحد العيسي ديال الشوكولات، وكذلك ضفت وريقه ديال النعناع باش كيعطيني واحد اللون اخضر، وزينتهم بالفيرميسيل ملون. بالنسبه لهذا التزيين الاخر فاختياري، فزينتهم انا بالصوص ديال الفريز. فبالنسبه للناس اللي عندهم صوص ديال الفريز يمكن ليهم يضيفوه، اللي ما عندوش فبلاش. فهذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا اللي حضرنا اليوم، كنتمنى انه يعجبكم. كنتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ما تنسوش تبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب كذلك. وبالنسبه الى عجبكم الفيديو كما العاده فكنقول لكم ديروا لايك وكتبوا كومونتير يكون زوين في حقنا. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالنا لاول مره كنقول لهم الى عجبهم المحتوى ديال القناه ديالنا فما ينساوش يضغطوا على اشتراك ويضغطوا على زر الجرس باش يتوصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في عيت الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.